عم بقدر اتخيل شو ممكن يصير بهالبلد بلا بشار الأسد. هو الوحيد لهلأ يلي قادر يمسك البلد ومخليها واقفة على إجريها. لسه بقلي إيدين ورجلين وأسد وموقف البلد على رجليها. لك الأسد حرق البلد، حرق البلد. اتطلع حواليك لسه مو شايف؟ لك أي نظام؟ النظام يلي انفضح إنه طلع بايع سوريا لإيران ولروسيا؟ أي نظام؟ وأي أجرين وأي إيدين؟ غلطان كتير، غلطان كتير يا سيادة المحقق، غلطان كتير. بتحب عدلك كم مشرد وكم معاق وكم جريح برغبة بشار الأسد ونظامه؟ بتحب عدلك كم مجزرة عمل بشار الأسد ونظامه من بداية الثورة لهلا؟ بتحب افتح لك ملف المعتقلين؟ مئات الآلاف من السوريين ماتوا تحت التعذيب بدون ما يرف جفن لا لبشار الأسد ولا لغيره. بتحب عدلك مجازر الكيماوي والسلاح المحرم دوليا من دمشق لإدلب؟ بتحب عدلك كم أم عم تبكي دم عولاد الشهداء؟ لا يا سيادة المحقق، غلطان كتير، غلطان كتير. كل هذا كان من شان شو؟ من شان الكرسي؟ من شان بشار الأسد يحافظ على السلطة يتمسك فيها لإله؟ لأنه كانوا السوريين بدهم يبنوا بلد، بدهم يبنوا دولة ومؤسسات، وطلعت البلد مو لنا مبيوعة. غلطان كتير يا سيادة المحقق، غلطان كتير. في فرق كبير بين النظام يلي بايع البلد ويلي إيديه ملوسة بدم السوريين ودم الشهداء، وملوسة بمية صفقة مشبوهة، من صفقات تجارية تربوية اجتماعية إعلامية سياسية يلي بدك إياه، وبين السوريين النبلاء الشرفاء يلي بدهم يبنوا دولة المؤسسات. ولعلمك إذا الثورة ما سقطت بشار الأسد رح يجي يوم ويكون برات البلد رح يكون بس أفسد المؤسسات كلياتها. لك أفسد المؤسسات بس يروح، يروح. نحن بنرجع بنقدر نبني المؤسسات مثل ما بدنا.